بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم، أسعد الله صباح الوطن. تحية للجميع، تحية لكل من يتابعنا أينما كنتم، شكر متواصل لمن يتابعنا من الدول العربية، من زملائنا المعماريين وأبنائنا الطلبة أينما وجدوا. اليوم بدي أحكي عن مهنة اللاندسكيب أركيتكتشر، أو مهنة هندسة تنسيق المواقع، أو ما يسمى بتخصص المواقع المعمارية، هندسة المواقع المعمارية. تخصص في العالم العربي تقريبا صار له 15 سنة جديد كمهنة كتخصص، لكن كمعماري بعد البكالوريوس عمارة تخصص باللاندسكيب أركيتكتشر. كيف بدأنا ندرس اللاندسكيب أركيتكتشر، نتعلم هندسة المواقع المعمارية؟ الكل بيفكر هي فقط زراعة، هي تتكون من علم النباتات وعلم هندسة المواقع وتخطيط الأرض بشكل موسع. لكن اليوم بدي أركز على كيف تتعامل مع النباتات، شو هي النباتات، شو هي مناطق الأردن المناخية. مناطق الأردن المناخية قسمها الأستاذ الدكتور العيسوي، داود العيسوي، قسمها إلى 9 مناطق مناخية. لكن بعد 3 أو 4 سنوات من بداية عملي بالجامعة الأردنية بدأت أكتب أبحاث، ومن أحد الأبحاث اللي كتبتها وفي الأخير تطورت إلى البحث عن نوعية، وأصبحت فصل اللي هي كيف تقرأ المايكرو كلايماتيك ريجنز أوف جوردنز، أو قسمتها بدل من 9 مناطق إلى 4 مناطق لاستفادة المعماريين. والآن بدي أمشي فيها شوي لإلكم، لأنه قراءة المناطق النباتات في المنطقة في الأردن مرتبطة بما يسمى بهطول الأمطار، فلذلك رايح أورجيكم الآن وأمشي معكم شوي شوي في كيفية النظر إلى تقسيم الأردن إلى مناطقه المناخية الأربعة اللي أنا بتوقع مجموعة منكم بعرفها، لكن راحين تشوفوا حسب توزيع الجودنز رينفول هطول الأمطار على الأردن من وزارة المياه والري. بتلاحظوا في 2001 كيف خارطة التوزيع، هذه مرتبطة بنمو النباتات وبالمناطق الجغرافية. قسمتها إلى المنطقة الجبلية الشمالية اللي هي الأزرق الغامق، والمنطقة وهي منقسمة المنطقة الجبلية mountainous region مقسمة إلى 2 regions، الفوقة اللي هي في الشمال وفي الجنوب تمتد من الكرك إلى الطفيلة وصولا إلى البترة. وزي ما بنلاحظ كيف هطول الأمطار في كل منطقة من هذه المناطق، في الشمال 600 مليمتر وتنحدر في المناطق الجنوبية الجبلية إلى 200 مليمتر تقريبا 300 مليمتر. الأزرق الفاتح اللي محاذي ما بينه وبين الصحراء الأردنية تسمى منطقة السهب. منطقة السهب أيضا إلها خصائص اللي هي ستيبي ريجين، السهب وليست السهول كما هو معروف، وهي منطقة، هلا بنحكي عن كل منطقة من هذه المناطق. المنطقة الثالثة اللي هي منطقة وادي الأردن وتمتد من شمال الأردن من إلى تقريبا إلى منطقة العقبة مرورا بالأغوار الوسطى إلى وادي عربة ثم العقبة، وآخر منطقة الحمادة. هلا مساحة الأردن حوالي 97,000 كيلومتر مربع، منها ما يقارب 87% 86% اللي هي منطقة الحمادة اللي هي المنطقة الصحراوية أو المنطقة الجافة جدا، لكن احنا بنسميه جوردنز أريد كلايمت، وهذا according to Adams and Willens صنفوا 6 مناطق، واحدة منها North سحارة Northern Arabia، Southern سحارة صومالي قبلي و Southern Arabian Climate، والمناطق الصحراوية Turkestan Desert و Talamakan and Gobi Desert. احنا نقع في منطقة اللي هي Gobi and Southern Arabian Climatic Region. هلا شو هذا بصبغ عليها؟ كل منطقة من هذه المناطق قسمت إلى المنطقة الشمالية اللي فيها
الماونتينس ريجن او المنطقه الجبليه في الاردن، هي منطقه تمتد من مرتفعات ام قيس قرب الحدود السوريه، وحوالي 600 كيلو متر طولها، ومحاذيه للاغوار. عرضها 15 ل 30 كيلو متر. شو خصائصها؟ هي طولها 200 كيلو متر تقريبا في 30، فيها غطاء نباتي مكثف من الباينز سبيشيز اللي هي الصنوبريات، والغطاء النباتي الطبيعي اللي هو الكوركا سبيشيز او البلوط. هيفي رين فول زي ما انتم شايفين 300 ل 750 ملم. الربيع فيها من 3 ل 4 5 شهور تقريبا. سبكتاكولار نيتيف فلاورز، التربه فيها غنيه جدا، ومعظم الاوقات تجد انه 30% من سكان الاردن بيعيشوا في منطقه الجبليه الشماليه. كول تمبريتشر دراي كلايمت، منطقه محببه. وهذه تمتد المنطقه الجبليه من جرش عجلون زي تقريبا 1200 متر فوق سطح البحر، ملان فيها غطاء نباتي من الصنوبريات وباينس هالابنسيس بنسميه الاسم العلمي اللي هو صنوبر حلب، وثاني نبتة اللي هي كوركس سبيشيز، في عندها كوركس كاليبريانس أربوتس ريتشي بوستاشيا بالاستينيا وأذر شربس اللي هو البطم الأطلنطي، وفي أيضا نباتات أو أعشاب معمرة كبيرة. هذه المناطق اللي هي موجودة في أم قيس وعجلون وحتى تمتد لوادي شعيب. Several pine species exist مع الأوكس اللي هي البلوط، وأيضا بتلاقي في نباتات مثل كراتيجوس سيرتونيا سيليكوا سيلك أوك أربوتس أيوليا روبيا اللي هي الزيتون، والأمي جيديلس كوميونس اللي هو كل هذه النباتات اللي احنا بنتعامل معها من الخروب، وهو الخروب زي ما انتم عارفين الخروب من النباتات والغار الممتازة كأشجار. هذه المنطقة الشمالية اللي هي بدي أرجع مرة ثانية، الشمالية اللي بتمتد من أم قيس تنزل لتقريبا للجبال المحاذية للسلط، زي كل هذه المناطق اللي عندنا مناطق جبلية. خصائصها مرة ثانية غطائها الصنوبر، السرو، الجيجب، البلوط. هذه نباتات مكثفة في المنطقة هاي. لما تنزل المنطقة الجنوبية الجبلية تجد أن الغطاء الأرضي بلش يخف عنا. كيف بلش يخف عنا؟ بتخف عنا أنواع النباتات تختلف نوعا ما، لكن بتلاحظ أنه في هذه المنطقة بدأنا نشوف في المنطقة الجنوبية، المنطقة الجنوبية الجبلية عرضها من 5 إلى 10 كيلومتر، فيها دراماتيك لاندسكيبس، اللاندسكيب فيها المناظر الطبيعية خلابة، الهيومن سيتلمنتس اللي هي الناس اللي تقطن هناك واللي موجودين بيعيشوا بعد مرات في أوضاع ما فيها غطاء نباتي كثير، لكن 100 إلى 500 مليمتر بعض الأحيان، زي آخر شتاء عندنا 6-7 شتوات، 3 ثلجات أجت على المنطقة الجنوبية امتداء من كرك الطفيلة إلى ظانا والبتراء. فيها البلوط، لكن فيها نبتة اسمها جنوبرس سبيشيز اللي هي نبات العرعر، وأيضا فيها نبات كويس اللي هي كابرس سبيشيز اللي هي نباتات السرو القديم اللي منه بتلاقي في عين لحظة في حوالي 40 أو 50 شجرة عمرهم قارب 800 عام. ليميتد هيومنز، بتقل الناس اللي ساكنه هناك تعدادها مقارنه مع سكان الشمال اقل. بتلاحظ انه في بعض النباتات الموجوده مثل البرواق، تلاقي مثل الميراميه، تلاقي بعض النباتات اللي موجوده فيها والعشبيات او اللي بسموها النيتيف بلانتس كبيره. اذا بتلاحظوا اذا بننزل الى البتراء أو إلى منطقة ضانة امتداداً من ضانة للبتراء، بتبلش تشوف أنت اللاندسكيب ما في غطاء نباتي، يدوب تشوف الأشجار متناثرة، مع العلم هي موجودة، لكن شو الخصائص اللي فيها؟ إحنا بنسميها روك لي لاندسكيبس أو نباتات تظهر في منطقة جبلية، تلاقي في ركب
زي البتراء، من كثر ما الهواء والرياح بتعري المنطقة، فبتلاقيها بنسميها عبارة عن زي ما احنا شايفين في هذه الصورة ركب بتشوفها كأنها منحنيات صخور، بتشوف التربة والصخر أكثر مما تشوف النبات. المنطقة الثالثة اللي بدي أحكي عنها المنطقة ستيبي ريجين أو منطقة السهب. منطقة السهب أو السهوب اللي هي ممتدة زي ما حكينا ما بين خط السكة إلى تقريبا بتفوت حوالي يمكن 30 أو 50 كيلو داخل حدود لحد الصحراء الأردنية أو منطقة الحمادة. هذه منطقة السهب اللي هي أيضا المفرق بتجي على أطراف على الزرقاء، بتجي على أطراف القطرانة، كل هذه امتدادا للحسا، جرف الدراويش، امتدادا للنعان. كل هذه المنطقة هي منطقة سهوب. أي ما معنى سهوب؟ هي منطقة كانت غنية في فترة من الفترات بزراعة الحبوب، منطقة غنية. وأيضا خصائصها تجد اللانسكيب فيها أو هندسة الموقع أو الطبيعة اللي فيها، غطائها في الربيع بتكون كمان ثرية، لكن يزرع فيها معظم الحبوب بكل أنواعها. هذه المنطقة ستيبي ريجين غطاء ما في كثير غطاء نباتي، لأنه من 100 ل 250 مليمتر هطول الأمطار، سيماي أريد كلايمت، لكن التصحر مشكلة كبيرة فيها، وموصلي بازلت سويل موجودة فيها، وإتس ألكالين قاعدية في تكوينها كتربة، لكن نجد أنه هي صالحة لنباتات مثل الجاكراندا ميميسيفوليا، إيسر نوغوندو، سوفورا جوبانيكا، وكمان في عندنا نباتات كثيرة بتصلح في المنطقة هذه، ريتما ريتما ريتم، تاماريكس، بستاشيا أتلانتيكا، أرتيميجيا هيربا ألبا. كل هذه النباتات أيضا في موجود عندك سلفيا اللي هي الميرامية، ونباتات أيضا بتلاقيها متوزعة في هذه ستيبي فاونديشن. المونتينس ريجن الشمال والجنوب، خصوصا منطقة الجنوب، تجد فيها نبات السوسن أو البلاك آيريس. المنطقة اللي بدي أحكي عنها الثالثة اللي هي الحمادة ريجن. الحمادة ريجن اللي هي المنطقة ممتدة من شمال شرق إربد H4 H5، امتدادا إلى هذه تشكل ما يقارب 85% 86% من مساحة الأردن. هربيشيس بلانس، الأمطار فيها 100 مليمتر ماكسيموم، لا تتعدى 100 مليمتر، والنباتات الموجودة في بعض الأحيان بتكون فيها بعض الواحات ويمكن أن تجد، لكن ري المزروعات مهم جدا في هذه المنطقة، وتعتبر منطقة الترحل أو تنقل للبدو فيها، وخصوصا بكونوا على الأطراف المحادية إلى منطقة السهوب. آخر منطقة اللي هي منطقة الأغوار، ممتدة شمالا الأغوار الشمالية الجنوبية، حدود البحر الميت، وادي عربة. تختلف النباتات من الشمال إلى الجنوب، لكن في معظمها زي ما أنتم عارفين منطقة الأغوار هي زي ما بقولوا the green basket أو سلة الخضرة والفواكه تقريبا للمملكة وللمنطقة، وفي فترة من الفترات كانت لكل بلاد الشام. النباتات اللي فيها تختلف كليا عن النباتات اللي موجودة. مثلا في ناس كثير بيستعملوا بعض النباتات، أولا الصنوبريات اللي هي الصنوبريات أو الإبريات، آسف الإبريات، الصنوبريات، السرويات، هذه لا تعيش في منطقة الأغوار باستثناء نبتة واحدة تقريبا اسمها كازوارينا إكواستيفوليا، لأنها تطارد الملوحة، لكن الصنوبر والسرو كل هذه تعاني. أيضا الزيتون وإلى آخره، بعض النباتات لا تناسب المنطقة الأغوار. الأغوار شو فيها نباتات؟ نباتات تجميلية مثل نباتات اللي في سؤال هلا بحكي لي can you explain please how Jordan has a Mediterranean climate although it's not over the Mediterranean. Though it is the Mediterranean, it's not هنا اللي بنحب نحكي فيه. هلا بدي أجي شوي الكتاب لأنه بهمنا جدا، لأن السؤال لما يجينا سؤال بدنا نجاوبه، بدنا نحاول نجاوبه قد ما بنقدر. في كتاب لواحد اسمه جيمس تيرنر نيل أودنوود اللي يعتبر authority بالSouthern Plants of شو بيسموه بالعالم. في هذا
زي ما انتم شايفين يقسم الى زون 1 2 3 4 5 6 7 8 10. احنا نقع على زون 8 و9 اللي هي امتدادا من كاليفورنيا مرورا في تكساس مرورا في لويزيانا مرورا في ولايات جنوبها مرورا في كاليفورنيا تمتد لاسبانيا تمتد الى المغرب تونس هلا بحكي شويه عنها تونس ليبيا الشواطئ تبعها مصر الاردن فلسطين. ما زلنا احنا ايضا متاخمين الى حدود الميديترينيان اريد لاندسكيب لانه احنا بنمشي بخطوط مداريه. وزي ما حاكين في كل العالم في اربع كلايماتيك ريجنز، التندره اللي فوق اللي بارده واللي بتشوفوا كل الاشجار فيها كلها بتكون صنوبريات واوراق صغيره، كل ما نزلت للمناطق الاستوائيه والمداريه بتشوف الورق بلش يعرض وبتشوف الشجر بيطلع اكثر لانه فيه هيوميديتي واني والرين فول في بعض الاحيان اكثر. فهذا الجواب لك. ميديتيرينيان لاندسكيب كل اللاندسكيب تاع المتوسط جنوب اسبانيا فرنسا ايطاليا اليونان تركيا سوريا فلسطين شمال مصر شمال ليبيا شمال تونس سيدي بوسعيد المناطق كلها بتمشي شوية إلى الجزائر تيبازا المغرب شمالا كلياتها تشابه النباتات فيها. بتلاقي العنب الزيتون المجنونة والنباتات العطرية مثل الشيح واللافندر. محاولة نرجع شوية للحمادة ريجن. الحمادة ريجن زي ما أنتوا شايفين في عنا سيسفاس فينا كريستي في عنا اللي هو بسميه احنا السيسفاس سبينا كريستي اللي هو نبات بشابه الدوم تقريبا. في عندك العشير وهذا العشير بتلاقيه انتشر والعشير هذه نباتات بتلاقيها موجودة في منطقة الأغوار. الشيء الجميل في الماء في الأردن إن هناك ما يقارب 48 وادي بصبوا أو أكثر للأردن. أنا مطلع بخبرتي وترحالي على جميعها لكن إذا بتمتد خلينا نحكي من الموجب للزار من الزارة للموجب كل هذه وادي أمرق وادي عسال كل المناطق هذه هي عبارة عن وديان سريان المية فيها في الشتاء وفي معظم الأحيان زي ما احنا شايفين وادي ويدع وهذا وادي في مياه معدنية أحد الوديان وبعدين في أمرق وفي عسال. تجد أنه أيضا في تكوين من النباتي ما بين النخل وما بين الدفلة وهناك بعض من الأعشاب اللي هي الفيرنز موجودة في هذه المناطق. كنت أحكي عن الركب، لاحظوا الركبة شو معنى الركب landscape. You see landscape تشوف الطبيعة تكوينات الصخرية تبعها من الرياح عبارة وطبيعة التربة بتلاقيها ما بتكون حادة بتلاقيها مسقولة نوعا ما بمنحنيات. لكن معظم هذه العيون المياه أو مجاري المياه آسف اللي بتصب أيضا امتدادا للطفيلة لما توصل إلى تقريبا نهاية جبال الشراء كل هذه الوديان بتصب فيها. طبعا هذا اللي أنا حكيته هلا هو عبارة عن شابتر من كتاب ب 2004 I think اسمه Quest for Quality البحث عن نوعية. لكن في كل كتاب في الكتاب في مجموعة من المصادر اللي تكلمت عن زي كتاب في علي عبندة 1991 اللي هو Desertification as a Pollution Factor in Jordan التصحر. هلا ما بنحب نقول رب ضارة نافعة ما نمر فيه الآن من هذا المرض أو هذا الوباء وأعتقد بإذنه تعالى الله كفيل فينا إنه نتخلص منه بأنه إحنا الآن ملتزمين ونأمل من الله عز وجل أن يعم الهدوء على كل العالم والإنسانية. 50% تحسنت طبقة الأرض من ناحية النباتات لأنه خف التلوث 50%. لو كل واحد منا كان في حديقة منزله أو في ارتداد المنزل 20 متر مربع 50 متر مربع اللي عنده حاول كل جهده إنه في الجزء الشمالي من بيتك من حديقتك يكون عندك منطقة تزرع فيها مجموعة من الخضروات أو نعنع أو شيح
أو حصلبان أو هذه النباتات العطرية لعدة أسباب، أو خضار، بندورة، خيار، هذه ممكن. أشطر ناس عندنا كانوا على مدى التاريخ هم من بنوا العمارة التقليدية. العمارة التقليدية أو المناطق اللي فيها لانسكيب زي بساتين دانا أو بساتين جديتا أو بساتين وادي ابن حماد أو بساتين وادي الكرك من عين سارة تنزل مطلة على بدان. إذا بتلاحظوا في الماونتينس ريجن من فوق تحتها 200-300 متر نزازات المية بتنزل تنزل على عمق 200 متر، كل المية اللي بتطلع على أبو حلاق واللي بتطلع على النزازات اللي في بذان أو اللي موجودة في موميا أو في الشهابية، تجد إنه هذا بحكي عن المنطقة الجنوبية، تجد إنه هذه العيون المياه كلها حواليها كانوا أهلنا يستعملوا يزرعوا بساتين، يحطوا تفاح، يزرعوا عنب، يزرعوا زيتون، يزرعوا لفترة. كان جدي الله يرحمه وجدودي في بساتينهم، ثلاث بساتين إنهم في قرية سمرة، يزرعوا حتى الفستق الحلبي يزرع هناك. لكن اكتفاءهم كان ذاتي من حد ذاتهم، إنه ما كانوا يحتاجوا إلى إلا، وحتى الخضروات كانوا يزرعوها بكثافة، منها الفقوس، الخيار، الكرسنة، الحبوب، شو بيسموه الحمص اللي هو حامل يملا، تجد كان هناك إمكانية لزراعتها. الآن تقريبا شبه افتقدنا لهذا الشيء. ليش أنا بحكي هيك؟ لأنه في حديقة منزلك ممكن يكون عندك، يعني لو كل واحد عنده غار أو عنده شجرة خروب، تعرفوا الخروب it's a mountainous لكن ممكن تزرع في منطقتنا الجبلية، والغار، الغار بنحطه مع الأكل الورق تبعه، الخروب زي ما أنتم عارفين الغار، الخروب كمان بعض من النباتات بنسميها mosquito repellent plant، نباتات طاردة للحشرات. لمفهومنا علم النباتات منقسم إلى أشجار، شجيرات، متسلقات، حوليات وأبصال، وغطاء أرضي. في الأشجار والشجيرات في إشي متساقط وإشي دائم اخضرار. أنا بفضل في معظم الأحيان 70% من منازلنا يكون فيها الاخضرار، لكن إذا كان عندك جهة جنوبية لمنزلك يجب أن يكون لك غطاء متساقط الأوراق كأشجار، حتى في الشتاء بتروح الأوراق تجي أشعة الشمس على البيت، في الصيف تطلع الأوراق وممكن بشكل طيب إنها تحميك من أشعة الشمس. في قواعد رايحين نجي فيها في حصة أخرى أو في لقاء آخر عن كيف تتعامل مع منزل وتعمل تصميم لللاندسكيب باستعمال النباتات. لكن برجع إلى استعمال، شوف فائدة الأشجار في منزلك. مع الأسف أرى في العالم العربي وبعض الدول، حتى في بلدي الأردن، لا يزعلوا مني بعض الناس، نحن لا نحترم الشجرة. شيء تيجي على منطقة وتقص الشجر. في دول العالم ممكن طريق أو هايوي تحول من أجل الشجر. معلوماتكم بس، في شجرة اسمها كستنة الحصان، مزروعة على شارع نقابة المهندسين، الشارع اللي في الشميساني. كل شجرة ورقها عريض متساقطة الأوراق، كل شجرة تنتح في السنة 70 لتر ماء تقريبا أو 50 لتر ماء. عملية النتح ببداية الثمانينات، وسأذكر ذلك للتاريخ، وفي نهاية الثمانينات كثفت أمانة عمان الكبرى زراعة النباتات، وأعتقد في سنة زرعت ما يقارب 350,000 نبت. كان وقتها أنا ذاك عبد الرؤوف الروابدي هو أمين لعمان الكبرى وكنت مستشار أنا وقتها. زرعنا شارع الاستقلال، وزرعناه بأشجار، وزرعناه بشجيرات. الشجيرات كانت اللي هي كريسانثيموم فريتسنس الاسم العلمي، اللي هي الكريز. وزرعنا خبز، وفي بعض الأيام جينا لقينا الخبز رايح، فرحت عليه بقول له يا عمي وين راحت هاي؟ قال الناس أخذوها. قال شو أسوي؟ قلت ازرعها مرة تانية. قال ازرعها مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة. النباتات تثري المنطقة بشكل لا يعقل. في كتاب لآن ويسترن سبان، كتاب اسمه The Granite Garden، المدينة الجرانيتية، وتحدث عن نيويورك قبل 40 عام. استعملنا هذا الكتاب أثناء الماجستير يمكن في 1982، وأصبحت آن ويسترن سبان President of the American Society of Landscape Architecture. الجميل في هذا الكتاب
تحدثت كيف يمكن أن نحافظ أو نمنع التلوث في نيويورك. قبل 3 سنوات التقيت في سيلفر ميتشل اللي هو تشيف كوميشنر، رئيس مفوضية الحدائق والنباتات في نيويورك. قال لي لم نتمكن من ذلك إلا بعد ما سوينا 6,000 حديقة في نيويورك. حتى بعض الفراغات الخارجية حولناها من هارد لاندسكيب اللي احنا بنموت عليه كمعماريين في الشرق الأوسط، خصوصا معماريين اللي معلو تصاميم، we'll have a plaza وبنعمل بلازا وبجست ميك ات بلازا كأنه احنا في بياتسا نافونا. طب ما الشجر عندهم معبي الدنيا، لأنهم في مناطق الغطاء النباتي والشتاء مستمر تقريبا 4 أو 5 شهور، لا تستطيع أن تعكس هذه الفراغات. أحسن مثال المدن في دمشق، في القاهرة، بيت السحيمي، البيوت القديمة، كيف تعاملوا مع الأحوال؟ ما في حوش، ما في 40-50 شو بيسموها قوار تزريعة وريحان وإلى آخره، أو برتقاني هون أو زيتونة، أو كما تفنن العرب في إسبانيا باستعمال وزراعة النباتات حتى في الشوارع العطرية اللي حتى الحمضيات زرعت لأسباب متعددة. أيضا الشوارع بتعطي لما تتساقط الأوراق، في ناس كثير طبعا بتتساقط الأوراق وبتملي الدنيا وبتملي الشوارع. لما الحدائق ما بتتنكش، يعني ما بتيجي حديقك بتنكشها، هذه مش بزيتون بدك تهوي التربة، ما تمس الحديقة لأنه في إيكو سيستم متكامل، نظام بيئي في الحديقة، بتخليه زي ما هو، لكن بتحط على التربة ما يسمى نوع من الملش، إما التوف اللي هي مادة بركانية مكسرة بتزتها، أو خشب تترك، أو بتخلي ورق الشجر، كنس ورق الشجر في حديقتك أو في بيتك لو كان 3 متر، زي الارتداد اللي خلفي. الارتداد اللي خلفي لا يبعد عبالي عن 2 متر زي ما أنتوا شايفين، لكن بتشوفوا أنه في هذه 2 متر إذا نزل ورق أو تجدد. على فكرة الصنوبريات والسرويات بتجدد الأوراق الإبرية تبعها وبتملي البيت، لمها حطها في كياس. في بلاد العالم بحفروا، بيعملوا في البيت 2 متر بمتر حفرة، كانوا أهلنا يعملوها في القرية ويحطوا فيها كل بقايا الأكل ويطمروها، بتصير سماد بعد شهر أو شهر ونصف، حفروها وبنثروها على بساتينهم أو الأماكن اللي فيها محصولات. بعود إلى المناطق الأربعة في الأردن لفائدة الجميع. أيضا وإذا في أي ملاحظة لهذا، 1982 امبارح قلت لكم، لكن بدي أورجيكم أول سكتش بوك إلي كيف بدي أتعلم النباتات. تعلمت النباتات بطريقة إنه لما رحت أخذ ماجستير بالهندسة المعمارية باللاندسكيب، في مادة اسمها بلانت ماتيريال، علم النباتات. ففت على المادة، حكيتها أعتقد في إحدى المقابلات سابقا، إيه شو كلها أسماء علمانية، أنا كيف بدي أحفظ هالأسماء العلمية بهالسهولة؟ فقال لي دكتور اسمه نيل أودنوود، قال لي روح. قلت له أنا ما بقدر أستمر، هذه أسماء علمية وما بقدر أحفظها، بدي أغير، بدي أعمل ماجستير بس في العمارة مش في اللاندسكيب. قال لي أنت بنفس الكلية، بس بدي أنصحك روح على المكتب وشوف واحد اسمه ابن البيطار. قل شو ابن بيطار؟ قال روح شوف اللي هو أبو النباتات. فروحت شفت، طبعا نيل أودنوولد هو اللي ألف هذا الكتاب Plants for the South، اللي هذه 10 طبعة تصدر في أمريكا لهذا الكتاب، اسمه Southern Plants ID Selection and Use of Plants. فرحت فعلا على المكتبة الرئيسية في جامعة لويزيانا وقعدت والله ساعتين، شفت فتحت الكتاب وجدت مين هو ابن بيطار، عمره 13 سنة، كان في ملقا يطلع أو في يطلع ويعمل وهو عمره 13 سنة يوثق النباتات ويرسمها، حتى أصبح ابن البيطار من علماء النباتات وعلماء أيضا الميديكال ساينسز. ليش بندرس النباتات؟ النباتات إحنا بنأكل منها، النباتات الحبوب، النباتات الأكل اللي بنستعمله، النباتات 80% منها الأدوية. سمعتوا آخر فترة اللي بده الصبح يأخذ مية مع ليمون، واللي بده يأخذ زنجبيل، واللي عنده شغلة ميرامية. بفترة طويلة اعتمدوا على علم النباتات اللي استخرجوا منه الآن معظم ما نستفيد منه في الطب. على مثال في شجرة اسمها الكينا، يوكاليبتس كاماليودنسس الاسم العلمي. الكينا شو هذا، شو الفائدة الكينا؟ يصنع منها المنتولاتو اللي بنستعمله للأنف وللرشح. شو فايدة الكينا؟ شروشها
لما صرت وزير مي في عام 99-2000 زرعت كمية كبيرة من الكينيا حول محطات التنقي، لأنه جذورها تمتص التلوث بشكل رهيب، كل نبتة إلى خصائصها. فلذلك بدأت أرسم النباتات، بلشت أرسم البوثس وصرت أرسم برصاص. بداية الرسم تبعي صرت أرسم الأمبريلا بلانتس أو أرسم الووتر ليليز زي ما أنتم شايفين، وبدأت أنتقل إلى في قسم اللانسكيب. كان في عنا زي ما بيقولوا لاب مختبر، كانوا يقصوا المعيدين اللي مع الدكتور أودنولد يقصوا النباتات، فقال لي بدك تتعلم نباتات روح أرسمها. فصرت أروح وأرسم كيف الجلسيميوم سيمبرباريانز اللي هو الياسمين الأصفر، أو النارسيسس النرجس أرسمه، أرسم أنواعهم، أرسم الأزيليا ما بتعيش عندنا الأزيليا، أو أرسم الليكوجيوم فيرنم. وبدأت مع كتابة المذكرات أكتب وأكتب النباتات وأرسمها، فصرت أعرف تفصيلتها أعرف خصائصها، حتى أصبح لدي مخزون من 2000-2500 نبتة حفظتهم عن غيب. وبدأت أطور في ذلك. سنوبر، تعرف شو أنواع السنوبر؟ أكثر من 38 نوع من السنوبر في منطقتنا. في عنا نوعين أو ثلاثة، الباينس هلابنسس سنوبر حلب، باينس بيينا سنوبر المثمر دائري، وفي الباينس هدول أكثر اثنين مستعملين عندنا، وفي باينس كناريينسس اللي هو الطويل وبكون ثلاثي لكن بتكون أوراقه إبرية طويلة. فبدأنا نتعلم ونكتب شو الجيربرا، شو النيتيف أزيليا، شو الباينس سيرتونيا، شو الفلوكس، وبدأنا نعرف شو الفرق بين الشجيرات والأشجار والنباتات المزهرة والنباتات العطرية. من هذا الكتاب بعد تقريبا من 82 في عام 2000 وأعتقد في عام 2002 ألفت أول كتاب إلي، نباتات تنسيق المواقع المعمارية في الأردن والشرق الأوسط، يدرس صار له 7 سنوات في الجامعة الأمريكية في بيروت. وهذه الطبعة الثانية منه، وهو زي الديكشنري زي القاموس. ابتدأت أحكي عن الأكاشيا سينوفيلا، وفي الأي بتبلش في حرف الأي وبتنتقل من إيسر سكارينيوم أجيف أمريكانا، وبدأت أنزل على الفيسبوك كل يوم واحدة من هذه النباتات، اليانثس ألتزيما، ألبيزيا جولوبريسم، حتى ينتهي فيك المطاف إلى الفيولا ترايكالر أو اليوكز بالنباتات. رايحين نجي عليهم شوي شوي، لكن في نهاية هذا الكتاب في 3 صفحات. هذه 3 صفحات أنا بستعملها، أو 6 صفحات آسف، حطيت أهم 9 شجرات متساقطة. إيسر سكارينم، ألبيزيا جولبرسن، سيرسس تشاينانسس، جاكاراندا أكيتيفوليا، ديلينكس ريجيا، موريس ألبا، بابلس. الجميل أنه أنت لما تكتب مؤلف، طبعا الرسومات رسوماتي، لكن هلأ بدي أقول لكم كيف كمان. أيضا في أشجار دائمة الخضراء، أهم السدرس الأرزيات، سدرس ديدارة. على فكرة مدينة الحسين الرياضية اللي كانت قبل 30 عام تعتبر هي والجامعة الأردنية مسرح للطبيعة، وعبارة عن مختبر للي بده يتعلم النباتات. مع الأسف بعد 30 عام من 70% غطاء أخضر إلى 30% غطاء أخضر، فقدنا روح المكان. زرع أهم نباتات سلك أوك اللي هو السنديان، زرعت منه أشجار الآن تعاني في مدينة الحسين للشباب. الجامعة الأردنية فيها من أحسن عند كلية العلوم أحسن نوعيات سيدرس أتلانتيكا وسيدرس ديودارا، أيضا كابريسيس سيمبر فايلنس، باينس كاناريانسيس، الأوك، بلوط فلسطين، في بلوط متساقط، بلوط دائم خضراء، الفينيكس اللي في العقبة أو في الغور، والواشنطونيا في عمان، والسترس. أيضا في قائمة بأحسن 9 نباتات إيفرغرين، أو 9 نباتات متساقطة شربز أو سيلكتد فاينز. شو الفاينز اللي إحنا بدنا نستعملهم أو المتسلقات، أو شو هي الأنيولز اللي بنحتاج. في بعض الرولز للنباتات، كل النباتات دائمة الخضرار بطيئة النمو، كل النباتات
اللي هي متساقطة سريعة النمو، كل النباتات المزهرة والأنيولز والبلبز والأعشاب والعشب أو النجيل تحتاج إلى ري متكامل ومستمر. لكن في بعض النباتات الري ما بدها ري كتير. خليني أقولكم زي إيش. البلوط، صنوبريات، بدي أضرب مثال على نبتة متساقطة اسمها فايكس كاريكل، اسم العلمي هذا اسم الأول والاسم الثاني. للي مهتمين في النباتات الاسم العلمي الأول يكتب كابيتال لتر والثاني سي، كلها أسماء لاتينية موثقة. كومن فيج اللي هو الاسم العادي، ديسيجوس تري، حطيت جدول أنا بيحكي عن خصائصها، ارتفاعها 6 بي، سبريد 8 متر، شيب اوف اوفيل اوفن، سويل ريكويرمنتس الكالاين قاعدية، وبتتحمل أيضا الأسيديتي، دراي بدها ويل دريند، دائما الأرض اللي تحتها لازم تكون ويل دريند، يعني المية تمشي بسهولة تحتها. صن كويسة، دراوت نعم تتحمل العطش، فاست جروث كل الحور مثلا ازرعوا مترين بعد 10 أسابيع أو 3 شهور 4 شهور بتلاقيه صار مترين مترين ونص. مثلا في ناس بيقول لا تزرع الحور جنب ولا الحور والفايكس كاريكا وحتى الصنوبريات أو السرو آسف، وحتى لا تزرعوا بجنب الجدران، صحيح. لكن بدي أقول لكم ليش نزرع الحور. الحور مثلا اللي هو اسمه بابلس نايبرا، خلنا نشوف هذه زي الديكشنري زي القاموس، بي وين البي، حرف البي، بي كي ال ام بابلس، بي او ايوه بابلس، بابلس نايجرا، في بابلس نايجرا وفي بابلس البا اللي هو اعرض وفضي. بابلس نايجرا ليش بنزرعه؟ في ناس بيسالوا شو اسم الكتاب، اسم الكتاب اسمه نباتات تنسيق المواقع المعماريه في الاردن والشرق الاوسط، لاندسكيب بلانتس فور جوردن اند ذا ميدل ايست. على فكره الهدف من هذه اللقاءات ليس مشان اعرفكم عن كتبي بس، اعلمكم عن المصدر او اعلمكم عن المصدر اللي انا بتعامل فيه. أملك في مكتبتي أكثر من 280 كتاب باللاندسكيب والبلانس، وهي مفتوحة لمعظم الطلاب بالجامعات أينما كانوا عندنا. ديسيجوس متساقطة، شوفوا فائدة البابلس نايجرا، نبتة بيطلع عليها درنات، الدرنات عبارة عن قل هيك زي القل، جوا الدرنات في من، بس تفقس هذه أو تكسرها أو بيطلع منها ما يقارب من 2000-3000 من، بيجي بتيجي العصافير عليها وبتاكل المن اللي جوا. إذا هي birds attractive flower. كل نبتة وجدت أسرع شجر نمو إذا بدك تعمل حاجز بينك وبين أي منطقة ثانية، تستقطب الطيور والعصفور، فيها درنات لونها أسود، بصل في نمواتها في بعض السنوات إلى 3-4 أمتار تقريبا. إذا علم النباتات علم كبير، علم مهم جدا. مثلا أنا بحط القدسية، نبات القدسية عبارة عن حولية، لكن القدسية بدها مية، يعني كل يوم لازم تسقيها. من قواعد النباتات لما يكون عندي نباتات مزهرة حطوها في قواوير، معظم الوقت لا تزرعوها في أرضيات حتى تقدروا هذه النباتات تسقوها بالري بالإيد، يعني تجيب سطل صغير وبترش المية عليها حتى ما تستهلك مياه كثيرة. لكن اللي بيزرع 70% من حديقته دائمة خضرار ما بتلاقي في عندك مشكلة أبدا، شتت أو ما شتت في منطقة أرض، يعني الشتاء الغطاء الأرضي. مثلا أنا في حدائقي تقريبا أو ما بصممه أنا في أعمال اللانسكيب أو العمارة 80% ببعد عن النجيل، لأنه النجيل بستعمل بداله التوف، بستعمل تلال بحط عليها gravelled area. هذا علم أيضا، مش على هواك تزرع وبتحط وين ما بدك، لأنه أيضا في نسبة كبيرة من النباتات poisonous. مثلا الزنزلخت زرعت في بعض الأحيان تعتبر في منطقتنا، في منطقتنا مش في مناطق تانية في تركيا أو اللي بتتحمل الزنزل، ممكن أن تكون شجرة كويسة. ليش أنا بركز عليها؟ لأنه ذيك النهار سمعت إنه تسويقها. أولاً فريجايل، نبات فريجايل يعني شجرة إذا وقع عليها ثلج تكسر بسرعة. ثانياً it's poisonous plant، نبات سام،
ست سبعة من البرز اللي عليها إذا أكلها الطفل بموت. إنها ما ترى few hours, two three hours. أيضا صارت invasive plants, بلشوا ب1860 أو 40 بأمريكا, زرعوها في الـ في الـ في 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 المناطق الحضرية وبلشوا يسوقوا إنها نباتة, لكن أصبحت invasive plant, يعني نبات شو بيسموه invasive, يعني لا يمكن السيطرة عليه. في نباتات propagates by itself, في نباتات كويسة مثل المروحة اليانثس التزمة, قدمتها أنا لأمانة عمان الكبرى ب 1988 ونشروها. الحلو إنه غطاء propagates by itself, يعني بتنزل منها البذرة وبتطلع في جنبها زي ما بتشوفوا على بعض باتجاه, وانت نازل من اتجاه منطقة عبدون باتجاه وسط البلد وانت نازل من السفارة الأمريكية بتلاقي فيه, أو في شارع الجاردنز في بعض الأحيان تجد الأليانثس ألسمة مظلة وارفة الظلال وممتازة, تستعمل كنبات في اللانسكيب والشوارع, وعملية النتح فيها كبيرة جدا. علم النباتات أنا أعطيتكم إكسبوجر له ما بين الهارد لانسكيب وما بين الصوفت لانسكيب. الصوفت لانسكيب اللي هو النباتات واستعمال المياه, والهارد لانسكيب هو اللي هو التبليط والمعرشات. نحن نتفنن في إنه نحط ممرات ونحط مشاة, لكن في معظم الأحيان أيضا تجد إنه إسكان لقويسمة, إسكان مرج الحمام, إسكان طبربور, الإسكانات كلها بلا استثناء عملنا الرصيف متر متر ونص, المنطقة الوحيدة اللي فيها أرصفة جيدة في المملكة الأردنية الهاشمية هي العقبة. لأنه في 2000 لما بدأت العقبة الاقتصادية الخاصة, وقبل حتى ذلك لما كانت إقليم, بدأوا يعملوا أرصفة لمترين مترين ونص لثلاثة متر. لكن اطلع من الجبل الدوار الأول اوصل الدوار الثامن في 2002-3 طلاب الماجستير بالجامعة الأردنية عملوا في الإيربن كورس اللي بنعطيهم إياه بالماجستير, عملوا ستدي من الدوار الأول للسابع, وجدنا 3000 قرابة 3600 إشارة مزروعة في الشارع, وهناك فوق 260 منطقة, وانت بتطلع ما بتقدر استمرارية شو بيسموه للمشاة والممرات. إذا نحن نتعامل مع علم مع الأسف. في بعض الأحيان لا نعود إلى الكتب والستاندردز, ترى إحنا ما اخترعنا العلم, العلم موجود. في إشي اسمه Time Savers for Urban Planning, في ستاندردز مقاسات معتمدة, تايم سيفرز فور أربن بلانينج, تايم سيفرز فور انتيرير ديزاينرز, تايم سيفرز فور لاندسكيب أركيتكتشر. تايم سيفر اللي عبارة عن فوليومز كبيرة, مش بس نيوفورت, فوليومز كبيرة موجودة بنجيبها وبنحكي عنها موجودة. وزي ما انتم تتطلعوا على المكتبة أو شو موجود كتب, هذا جزء من هذه الكتب في مكتبي هون, في مكتبة في ممتدة أيضا بكثافتها في شركة مواقع أو محادين. فهذه الكتب أنت لازم يكون عندك مخزونك. كثير إحنا بنشوف حالنا إنه بدأنا نصمم وما بنفتح كتاب. صحيح إحنا بنفتح الإنترنت, بس إذا ما كان الكتاب بمتناولك حتى تقدر تفتح الصفحة وتقرأ إنه شو معنى, وين هاي النبتة, وشو وين بتصلح, وشو معنى الروبينيا, أو خلينا نشوف نبتة موجودة عندنا بشكل كويس, جونيبرس, جونيبرس اللي هو العرعر, جونيبرس هوريزونتاليس اللي هو العرعر أو الجونيبر. أنواع في عرعر صغير مبسط ممتد خلينا نقول له, كل التكسترز تبعه شو كم واحدة في منه, كم سبيشيز موجودة منه. أو جونيبرس فيرجينيانا موجودة بالأردن, هذه اللي هو إيسترن ريد سيدر. كل نبتة لها خصائصها, ليش استعمالاتها difficult to transplant. معلومات, في واحد بيقول طب أمتى بقدر أزرع؟ تستطيع أن تزرع في أي وقت, لكن أحسن وقت تزرع فيه هو الوقت اللي بيكون dormant season. الجذور بتكون في شهر 9 لتقريبا 1 جذور نائمة ما فيها نموات, هذا الوقت اللي بتقدر تعمل فيه ترانسبلانت. في نباتات مثل الـ كل البالميتوس
نباتات النخل تستطيع تنقلها في أي وقت، لأنه جذورها فيرلاب عبارة عن طابة متر بمتر، كل جذورها إذا بليتها مي بتقدر تنقلها في أي وقت. كمان ملحوظة، في ناس بيقولوا طب الجذور شو عمل فيها؟ زي ما بتقلم الشجر بتقلم الجذور. الجذور يمكن تقليمها إذا واجهت شجرة وتاريخية. مثلا في دول العالم المتقدمة الأشجار التراثية بتصير زي المباني، في إلها لستنج، ممنوع حدا يقرب عليها. لكن مع الأسف أيضا في بعض الدول مثل دولنا إحنا الشجر التاريخي مش كثير منطشين إله. النبات الآن ثبت باليقين إنه النبات والحفاظ على المنظومة الإيكولوجية البيئية للأرض هي مهمة جدا. قبل فترة مرينا في ظرف لما محمية فيفا، بغض النظر شو السبب اللي صار، لو كان هناك توعية إنه في عنا مشكلة ونريد أن نحلها في 100,000 حل. لأنه إذا فقدت الوشب وفقدت الطيور وفقدت الحياة تفقد الحياة كلها. العبث بالتلوث مش سهل. ما يكافح التلوث هو النبات. ما استدامة، تخيل لو كل واحد في بيته عنده أو في كل منطقة في حديقة نباتية. لا يوجد في الأردن بوتانيكال جاردن، لا حدا يقول لي في بوتانيكال جاردن عند سد الملك طلال ولا بوتانيكال جاردن هون. البوتانيكال جاردنز علم. ما عندنا حديقة طيور، ما عندنا حديقة زواحف، ما عندنا حدائق، أصلا ما عندنا حدائق نروح نشم الهواء فيها أو نطلع إلها إذا الظرف سمح لنا. صحيح نحن مكبلين. في نهاية هذا اللقاء وهذه الدردشة الصباحية لكم أثقلت عليكم، لكن وجدت من المناسب أقول المنزل الآن عملك، المنزل دفترك، المنزل حديثك، المنزل احترام ما تقوم به الدولة من إجراءات للحفاظ على السلام العام. كلنا بدنا بظروف، كلنا الآن بدأت في 3-4 أيام بتبلش عنا تقل المواد التموينية والغذاء اللي موجود. نصيحة إلى الجميع، 57 مرينا في حظر تجول كامل، في الستينات حرب 67 كان هناك شبع حظر تجول في الحرب، في 70 مرينا في حظر تجول دام تقريبا، انحشرنا في بيوتنا 14 يوم كنت وقتها في الزربة، لم يوم 7 مياه تقريبا، وكلنا كنا في غرفة واحدة كعائلة ممتدة إحنا وعمامي والولاد. رجاء إلى الجميع، ربنا ما راح يتخلى عنا ولن يتخلى عن العالم إلا إذا تخلينا نحن عن الإيمان بالله وعن حالنا. تحية صباحية لطلاب المعماريين، تحية لزملائي، تحية لكل أردني وأردنية، تحية لكل زميل في الدول العربية. وفي بعض الأحيان هذه أفكار نطرحها، بس إحنا اليوم نطرح علم. العلم لا يقارن ولا يتحدث إلا بالعلم. هذه مش رؤى فقط، هذا توثيق لنباتات على مدى 4,000 سنة. لمعلوماتكم، من أبدع بعلم النباتات وبدايته كان الفراعنة. وهذا وين بتلاقيه؟ في التحنيط. التحنيط اللي بروحوا على الصيد، أنا في شبابي كنت أروح على الصيد مع مامي، لما نجيب شغلة أو نطخ شغلة أو نصيد شغلة ونجيبها وبدنا نأخذها معنا بنحنطها فورا. كيف ما بنحنطها؟ بنحط ثوم ملح بصل فورا معنا. إذا صدنا مثلا غزال أو صدنا أرنب وما بدنا نأكله فورا. فلذلك أبدعوا الفراعنة في معلومة النباتات، والأحسن أنهم أكثر من وثقوا ذا. بعديها أجوا طبعا، بعديها أجوا اليونانيين والرومان، ومن ثم العرب المسلمون، العرب المسلمين، وبعدين بدأنا نرى التوثيق. كل 18 عالم اللي على مدى التاريخ في الفترة ما بين القرن 19 والقرن 15 اللي هو ما بين ابن سينا وابن حيان والفارابي والخوارزمي، كلهم كانوا رينيسانس من. شو معنى رينيسانس من؟ يعني ما الواحد بس تخصص في شغلة. هلا كل اللي بيشتغلوا بالصيدلي بياخذوا كتاب عن النباتات وبيعرفوا شو فائدة الألوفيرا. كلنا بنعرف شو هي الألوفيرا. هي في ألوفيرا برا بس قصها من النص، بكرة بنشوفها نقصها وبنقدر ناكل الجزيئات منها.
الفوائد اللي موجودة لنا في النباتات لا تحصى. صباحكم بالخير أجود. وطن جميل، أمة جميلة، كلمة لمن يتجولون الآن في الشوارع حماية لنا. ترى كل واحد منهم تارك عيلته، ترى كل واحد بفكر في عيلته، حتى إخواننا وكوادرنا العاملة في الميدان، مهما كان تخصصكم من قوات مسلحة، أجهزة طبية، عاملين في الصحافة. الصحافة والحصافة دوركم الآن ليس فقط للتوعية، يشعر كل واحد في بيته أنه بيتك هو الوطن. الوطن إذا حافظنا على البيت حافظنا على الوطن. واجبنا أن نحافظ على كبار السن، على الأم إذا وجدت، على الوالد عندنا طولة العمر لمن أبهاتهم وأمهاتهم لديهم. كبار السن عهدة في رقبتنا. ديروا بالكم على حالكم، وصاتكم يا الربع أهلكم، وصاتكم حالكم. تحية لكم.